بداية لابد من الإشارة بأن حصص ندوة التمرين كانت قد توقفت اضطرارا بسبب الجائحة، وبعد استئنافها عملنا على استضافة الدكتور صالح الهمام في شق الثاني من العرض ديالو القيم في موضوع مسطرة التحفيظ ومسطرة التقييدات. واليوم نستضيف أحد أبرز رجالات القضاء والفقه في هذه المدينة، اللي هو السيد رئيس المحكمة التجارية الأستاذ الدكتور محمد صابر، في موضوع ذو أهمية بمكان، وهو موضوع المساطر المساطر الخاصة بالاستعجال. وقد كان العرض جد قيم إذ عالج فيه الجانب القانوني والجانب القضائي مستعينا بالعديد من الإشكاليات ووجهات النظر الفقهية والقضائية. وقد كان العرض بكل تأكيد ذو قيمة نوعية مضافة، وقد ساهم الأساتذة المتمرنون والمتمرنات في مناقشة هذا العرض بمداخلاتهم وملاحظاتهم وحتى اقتراحاتهم وانتقاداتهم. الحلقة كانت جد متميزة، بحيث أن العديد من الأساتذة المحامين المتمرنين طالبوا مني باعتباري مكلف بتدبير ندوة التمرين أن أعيد ربط الاتصال بالسيد رئيس المحكمة التجارية من أجل إعادة نفس الموضوع والتوسع فيه بشكل أكبر، نظرا لأهميته ولقيمته الفقهية والقضائية. شكرا لكم أيضا أنتم رجال الإعلام على مواكبة ندوة التمرين. شكرا. حضرنا اليوم إلى حصة تكوينية في إطار ندوة التمرين بهيئة المحامين بمراكش، وهي الحصة التي أطرها الدكتور محمد صابر رئيس المحكمة التجارية بمراكش، بحيث شرفنا بعرض خصصه لموضوع المساطر الخاصة في إطار الاستعجال، باعتباره قاضيا متمرسا، باعتباره قد مارس القضاء الاستعجالي بجميع أنواعه، لا في القضاء المدني ولا في القضاء التجاري، منذ سنوات عديدة. خلال هذا العرض أوضح وبين أنواع المساطر الاستعجالية التي تكون معروضة على القضاء. أكانت مساطر بناء على طلب أو مساطر تواجهية في إطار القواعد المنصوص عليها في الفصل 148 والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، وببعض النصوص الخاصة كذلك. بالإضافة إلى ما تم تقديمه من بناء على هذه النصوص الأساسية ونصوص أخرى، حضور الأستاذ صابر كان له تميز خاص، لأنه مزج بين الجانب الأكاديمي باعتباره أستاذا زائرا بكلية الحقوق القاضي عياد مراكش سابقا، والجانب العملي باعتباره رئيسا للمحكمة التجارية، وباعتباره كذلك قاضي شجاع يمارس القضاء بطريقة تساهم في حل الإشكالات بطريقة واقعية، وهي من الأمور اللازمة في الميدان التجاري خاصة. هذه الندوة تخللتها بعض المداخلات والأسئلة من طرف الزملاء والمحامين الحاضرين،
رسميين ومتمرنين، وكانت هناك العديد من الإضافات التي تم تقديمها في إطار الجواب على هذه الأسئلة التي تم طرحها. حقيقة هذه الحصة كانت مميزة، ونتمنى أن تكون هناك حصص أخرى بنفس الطعم، بنفس الطعم الذي مزج بين الجانب القانوني الأكاديمي والجانب العملي كذلك، وهذا بالإضافة إلى في استمرارية مع الندوات التي تم عقدها سابقا، لا سيما في ميدان التحفيظ العقاري وفي مواضيع أخرى. ونتمنى أن تستمر هذه الندوات بالشكل الذي يمنح للمحامين المتمرنين وللمحامين المزاولين الذين هم مدعوون مرة أخرى للمشاركة في هذه الحصص لتجديد معارفهم ولتنميتها ولتبادل الخبرات، لأنه بالفعل هناك العديد من المساطر التي لا تمارس كثيرا والتي قد هجرت، في حين أن فائدتها قد تكون مهمة جداً.